إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والعدل يقتضي المساواة والنزاهة والحيادية والاجتهاد والدقة في تحري الحق. المكان هذا شبه معسكر الحقيقة، هو مخيم سكن ومقر لجنة التحكيم، عليه طبعا خصوصية كاملة، وممنوع الدخول أو الخروج منه بأثناء فترة التحكيم. المحكمين فيه منعزلين تماما، وأنا معهم، عن بقية اللجان أو العالم الخارجي. المهم أن عندنا أن نحصل على المحكم اللي قادر، متزن، فاهم، عارف جيدا مكامن الجمال في الناقة والمزايا والنواقص، وأيضا الشخصية النزيهة المعروف والمشهود له بالعدل، شخصية متزنة واثق من نفسه وفي قراراته، أيضا ما عنده أي مشاكل صحية. هذا هو من الاعتبارات المهمة عندنا. من الإجراءات اللي عملناها أيضا أنه ممنوع التواصل هاتفيا مع الملاك أو البيع والشراء أثناء التحكيم، فترة التحكيم، أو ما يكون وكيل أو شريك أو قريب من الدرجة الأولى لأحد من المشاركين. إحنا ما ننظر إلى الملاك أو المشاركين، وإنما ننظر إلى المشاركات والإبل. لا يهمنا الاسم أو مكانه أو الإعلام أو أي مؤثرات خارجية أو حجم المشتريات أو الجماهيرية. المهم عندنا الإبل المشاركة ومستواها من ناحية الزين. الله الله في الاجتهاد والحرص والدقة كما تعودناه منكم، وبسم الله وعلى الله توكلنا وبه نستعين. يلا توكل على الله. عندنا التحكيم المبدئي، وهو في المقدمة هذا عمله أنه يشوف الشروط مطبقة كاملة من ناحية تحديد اللون، عمر السن، كشف التشبيه والتهجين، وأيضا تأهيل الإبل التي تستحق أن تشارك أو أنها ممكن تحصل على مراكز في بعد الحكم النهائي، مع إضافة عدد مناسب لها قريب منها للتأكد من المراكز ودقتها. آلية التحكيم في النهائي تعتمد على جزئين. الجزء الأول اللي هو العرض، وهذا فيه تقدير مبدئي لمستويات المشاركات. في إبل تتنافس على المقدمة، في إبل في الوسط ومستواها في الوسط، وفي إبل في الأخير. لما نطلب من المحكم يضع ملاحظاته على المنقيات المشاركة أو على الفرديات المشاركة، نعرف مستوياتها وبنضعها في الشبوك أو في الحظائر جنب بعض للمقارنة وللتدقيق أكثر. الحكم النهائي بعد المقارنة في الشبوك وفي الحظائر. الصعوبة تكمن دائما في التقارب في الزين. لما تتقارب سواء في الزين مستواها، عندما يكون مستواها متقارب حتى أحيانا تكون في الأخير تكمن الصعوبة، لأن تقعد تفرزها تفصل الإبل إلى أعداد أقل صغيرة، وأحياناً إلى ناقة مقابل ناقة، فهذه اللي تتعب أكثر وفيها صعوبة. لكن تحري الدقة أهم عندنا، ومطلب مهم أنه يحصل على حقه.